حظها لسانك يا ابو والله ونعم لها مع الجودي يقول حنا نسايرها وراحت مع طيب واقول يمكن تالي الامر خير خيره لازم نعدل على وضع ترتيب ونشوف وضع الاوله ولا خيره وشلون تبدا برده وتنتظر طيب شرحتك والله يا رفيقي كبيره ما نعرف الذله ولا مال فالجاي ما عندنا غير الكرامه هذه خيره يا سلام يا سلام يا ابو عبد العزيز تشرق لي هذا الجاي يا سيف من الناس مبروك اخذ اشيله معي تغير ولا شان.